احنا ما نقرا في الزيارات ما يجب ان نتامل في هذه الزيارات عشت سعيدا. نخاطب الامام صلوات الله عليه، شنو هذه السعاده؟ السعادة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن ما يتأذى، فلان واحد تكلم عليه، فلان واحد أهانه، كان نائب في يوم من الأيام ثم الآن مو نائب، إذا قلبه مو معلق بذلك ما يتأثر، لأن لا يشكل عنده شيئاً.